من فكرة طلعت فيها مبادرة جوردن فولنتير بلش المشوار لدار الرعاية الخاصة للأطفال في منطقة بيادر وادي السير. كانت الرحلة بتسعى دار الأمل بكل الإمكانيات من تقديم أفضل الرعاية والدعم للأطفال، واللي كان إلها دور كبير بالتأثير على سلوك ذوي الاحتياجات الخاصة. كل أفراد المبادرة كان عندهم هدف واحد، إنه ياخد كل واحد منهم بإيد طفل من الأطفال ويحاول إنه يدخل الفرح لقلبه. وبهذا اليوم تحولت دار الرعاية الخاصة لكرنفال من الضحكات والرقصات والأغاني اللي بحبها الأطفال. كان هدف مجموعة متطوعي جوردن فولنتيرز من قدومهم لدار الأمل للرعاية الخاصة إنهم يحاولوا رسم الابتسامة على وجوه الأطفال اللي كانوا كتير متفاعلين معاهم من خلال إقامتهم لحفل في دار الرعاية. وبهيك قدروا إنهم يوصلوا للهدف يلي إجوا عشانه. الأهداف الرئيسية لهذا الفريق إنه يربي لدى المتطوعين ثقافة العمل التطوعي ويشتغل على فئات خاصة بالمجتمع. فتنا كل مجموعة نصف وعملنا بعدين روتيشن على أساس نتعرف على كل الأطفال وكل مستويات في الدار. يعني مجموعة جوردن فولنتير كان هدفها واضح، تحقيق جملة إحنا مع بعض.